السلام عليكم جماعة الخير، مرحبا بكم في الفيديو السادس في لافورماسيون الكتريسيتي اندستريال على لو سيت تاعكم داكيرا.com. وهذا الفيديو هذايا تقدروا تشوفوه ثاني على اليوتيوب. اليوم نشوفوا حاجة جد مهمة ونسي نفهمكم الى حبرب ان شاء الله. لو سيركوي دو بويسونس لو سيركوي دو كوموند، كي عندنا دو سيركوي وبزاف ناس تتخلط لهم، وهذا الفيديو فيه بزاف معلومات هايلين. سي يتبع هذا الفيديو هذايا باش نلحقوا لو بوت ديالنا هذا، لو سيركوي دو بويسونس لو سيركوي دو كوموند. التصويره هذه غير الناس يشوفوها على بالهم، وين سيرتو الناس اللي قراو هنايا جامعه تاع باب الزوار. انا كي كنت نقرا دوزيام اني هنايا في الفيلاج، يعرفوا الناس اللي قراو هنايا الفيلاج تاع جامعه تاع باب الزوار، كاين واحد ليتيديون جاب معاه اختراع، هكذا قال لخويا، اختراع ولا عمل ولا سميه واش تحب. قال اخويا عندي امبريز كيما هكذا، وجاب معاه دي كلو مسمار مسامر يدخلهم لداخل هذا. قال اخويا ما كاينش تريسيتي، ضربني تريسيتي هكذا، ضربني تريسيتي صح. ومن بعد واش يدير؟ يروح يجيب امبريز كيما هكا يبرونشيها، اي با كاينه اون لامب تشعل. اي دوك فهمنا كاينه تريسيتي ولا ما كاش. قال لك اخويا هادي ستين انفونسيون هايله وكذا، علاش؟ بيسك لي كلو هادوما لهاد المسامر هادو كنحطوهم هنا، مثال طفل صغير ولا مثال يتوشي لا بريز ولا يدخل صباعه داخل لا بريز، هاي ما ضربوش تريسيتي. ولا حبينا حنايا نبرونشو هكذايا في دير تيليفزيون ولا ماشينا لافي ولا ريفريجيراتور ولا، رايح يشعل. اختراع هايل، اختراع مليح، مي لا كيسيون كيف فعلها؟ كيف دارها؟ داير هاد الحكايه هاديه ماهوش هاد السيد هذايا لو برومي. هادي قلت لك قديمه انا نشفع عليها في الفيلاج تاع باب الزوار، هادي شفتها اول مره لتما. مي دركا لو كان تدخل لليوتيوب حتلقى الالوفات تاع الناس يخدموا بنفس الحكايه هاديه ويحكوا ويقول لك ما كاينش تريسيتي اكسيتا. مي لا كيسيو كيفاش داروها؟ كيفاش داروها؟ شوف هادي انا كي تخلاها زعما كي شفت لها معليش. شوف عندنا مثل ان كونتاكتور، ان كونتاكتور واش عندي؟ عندي لا بارتي بويسونس. واش حب يقول لا بارتي بويسونس؟ شوف هذا السيمبول هذا يحب يقول كونتاكتور هنا. شوف هذا هنا ندخل فازا هنا تخرج لي منه. روماركي مليح بلي هنا عندي نص دويره، نص دويرة تعني كونتاكتر. إذا كان دويرة كومبلي معنتها انتريبتر، معليش صح. كيف هنايا تحب تبدل لي كونتاكتر هام ليك. عندي هنايا بوبينا، إلا كترو ماركي هنا أ أ أ دو، أ أ أ دو، هادي هي أ أ وهادي أ دو داكور. وعندي واحد الكونتاكت 21 22، وعندي 13 14، كترو ماركي هنا 13 14، ستان كونتاكت أوفر هذا مفتوح. وعندي هنايا تلقى لا تروماركي هنا 13 14، هذا 13 14 مفتوح، وهنايا يجيني 21 22 سان كونتاكت فيرمي. كي تيكسيتا الكونتاكتور، شوف نمدو مثال هاو لي كونتاكتور تاعنا. هنا قلنا نمدو لي 3 فاز، فاز 1 فاز 2 فاز 3، يجي هنا. اسكو تخرج من التحت؟ ما تخرج. داكور، وقتاش تخرج؟ نهار لي تغلق لي الكونتاكتور. كي تغلق الكونتاكتور لا فاز اون جوز دو جوز تروز جوز. داكور، عندنا لابوبين هادي. واش هي لابوبين هادي؟ بوبينا خيط تاع النحاس، لو كان يجوز فيه كورون الكتريك في دير، لو كان نمد هنا لا فاز وهنا نمد لو نوتر، واش راح يصرى؟ هذيك لابوبين تولي وكانها مغناطيس، تولي كوم سي انيما، في دير كي تولي مغناطيس واش دير؟ تجبد هاد لو كونتاكت هذا تغلقو هكذا، كاين روسور لداخل. داير الفيديو الماجي ان شاء الله رايح نفتح ان كونتاكتور ونوري لكم الكونتاكتور كيفاش جاي من الداخل، ماهوش مشكل. دونك كينيكسيتي يتغلق لي لو كونتاكتور، نحي ليكسيتاسيون في دير نحي تريسيتي من هنايا، الكونتاكت هذايا يعاود يتفتح. دونك هنايا لابوبين هادي شحال لا فالور تاعها؟ 230 230، بيسك نعطيها فاز نوتر. لو كان نطلع ديجونكتور دركا هكذا كيما رانا، نطلع ديجونكتور يتكسيت على بوبين يتغلق لهاد الكونتاكتور، الموتور يبدا يدور. الموتور شحال يدي؟ يدي 400 فولت، بيسك فاز 400، وهنا فاز 400، مي هنايا اليمونتينا 220 صح اخويا. لي كونتاكتور هادوما ماشي كامل 220،
نقدر ندي هاد لابوبين هادية ماش 220 نديها مثال 24 فولت نديها 24 فولت دي سي كورون كونتينيو معناتها نقدر الا كانت لابوبين هادية 24 فولت دي سي باتري ولا مام تحب تدي دير ريدريسر ولا دير اليمونطاسيون تخرج لك 24 فولت دي سي غير تمد 24 فولت غير تمد 24 فولت هذا واش راح يصرى يغلق لي الكونتاكتور اوتوماتيكمون لي 3 فاز يجوز الموتور والموتور ينوض دونك عندك لو شوا تحب دير لابوبين الا كانت 24 فولت بسم الله يتغلق الكونتاكتور الا كانت 12 فولت عطيها برك انت يا 12 فولت شوف انت واش شحال البوبينه هذيك تقدر تكون 380 فاز فاز 380 دير مدلها فاز فاز 380 تقدر تكون 12 فولت سا ديبون شوف انت شحال لابوبين هذيك الفايده انا واش حاب نقول لك بلي هاد لو سيركوي هذايا اللي انديبوندون على لو سيركوي دو بويسونس راك تشوف هنا بزاف ناس تتلف لهم على هاد لو سيركوي وهذايا جاي انديبوندون هذا انديبوندون على هذا هنا ما بين فازي فاز عندنا 400 فولت فاز فاز 400 فولت بار كونت هنا نقدر نحط 24 فولت هذا يقولوا له لو سيركوي دو كوموند 24 فولت كي نمد هنا 24 يتكسيت الكونتاكتور يغلق لي يمد لي 400 فولت الموتور اسكو مليحه هذه قدرت تفهمها سي نورمال الفيل هذا لو كان نقطع على هنايا وندير انتيريبتور ميتال كي نغلق الانتيريبتور يدور الموتور ندير بوطون بوسوار نعبزو يبدا يدور الموتور ماهوش مشكل المفيد الكورون يقدر يلحق لابوبين هذه انا واش حاب نفهمك باللي هنا 24 فولت تاع لا كوموند وهنايا عندي 400 فولت اللي راهي رايحه للموتور و دو سيركوي انديبوندون هكذا صح و بون هنا حنا رانا نقولوا 400 فولت تقدر تكون 10 كيلو 10 كيلو تقدر تكون 30 كيلو تقدر تكون 60 كيلو فولت باسكو سي لو ميم برينسيپ تدخل سو ستاسيون فيها 60 كيلو فولت لا بارتي كوموند تاعها 24 فولت يكونوا لي زوتومات يكونوا كذا لا بارتي كوموند تكون بال 24 فولت لا بارتي بويسونس سا ديبون اقلها 380 سينو تقدر تكون بلوس داكور تقدر تقول لي والحكايه هذيك تاع السيد اللي جاب لنا لي كلو ولا البريزا وما ضربوش تريسيتي كيفاه دارها صح حنا بول لانستون واش درنا هنا درنا انتيريبتور لو كان تغلق الانتيريبتور تكسيت على بوبين والموتور يبدا يدور داكور حنا دوك اوليو الانتيريبتور هذاك هذا البوطون بوسوار هذا كي تعبزو هنايا تعبزو يتغلق لك الكونتاكت تاع كونتاكت اوفر كونتاكت مفتوح يتغلق لك الكونتاكت هذاك هكذا بصح غير تنحي يدك يعاود يتفتح تابي يتغلق هذا تقدر تروح كانكاري الاول اللي قدامك تقدر تشريه يستعملوه لوطوموبيل يستعملوه هذا البوطون بوسوار صح تقول لي واش دخل هذا البوطون بوسوار شوف لو كان نعاودو نفس الشيما شوف نجيبو هذا الديجونكتور هذا نديرو فيه فاز نوتر ونجوزوهم من لهنا هكذا يجوزو يروحو لابريز وهنا لو كان دركاتك تجيب نتايا مسمار وتحطه هنا مالغري كي هذا راه يكون طالع ديجونكتور يكون طالع تحط لهنايا المسامر تاعك اسكو ضربك تريسيتي ما ضربكش فيسك الكونتاكتور هذا راهو مفتوح اسكو رانا لاباس الكونتاكتور راه مفتوح حط مسامر دير واش تحب ما ضربكش تريسيتي مي لو كان نابي لهنايا على هذا لو بوطون بوسوار نعبز لهنا اوتوماتيكمون هذا راح يتغلق الكونتاكتور يتغلق كي يتغلق يجوز لي الكورون لهنا يجوز لا تونسيون لهنايا في دير كي تحب تحط لا بريز تمشي ولا لامبا ولا تشعل هكذا تقدر تقول لي بصح هو ما دارش هكذا ما دارش البوطون بوسوار صح ما داش بوطون بوسوار البوطون بوسوار هذاك وين نقدروا نحطوه راك تشوف هنا هنايا نقدروا نتقبوها هكذا ونجيبوا هذايا باسكو صغيور قلت لك تقدر تروح تشريه ولوكو تاعو ماهوش حاجه كبيره البري تاعو ماشي حاجه كبيره هذا نحطوه هنا يجي صغير يتحط هنايا وتجيب له لي دو فيل ديالو سي نورمال هذو زوج خيوط هذو ما تجيبهم تجوزهم ورا الحيط حطهم هنايا ماهوش مشكل حطهم هنا دونك هاد لو بوطون بوسوار راهو هنا كي تحط انت لي كلو
او ما كاينش تريسيتي، بصح لو كان تحط الكلو وتعبز لهنا هاد البوطون بوسوار تعبزو، هذاك هو الحساب، تضربك تريسيتي باسكو يتغلق الكونتاكتور. اسكو راك فاهمني؟ دونك دون لو كان وين تكون الحاله فيد، هذاك البوطون هذا راهو هنا كي نحط لي لي كلو ما كاش، بصح كي نابي هذا لا بريز كي تدخل تقعد دائما طونك راهي مغلوقه، لا بريز راهي غالقه راهي مغلوقه لداخل، معناتها البوطون بوسوار راهو مغلوق. غير دقيقه الاولى اللي تنحي نتايا لا بريز، البوطون بوسوار يعاود يولي لبلاصتو، هذا البوطون بوسوار يعاود يولي لبلاصتو، يتفتح فيدير الكونتاكتور يتفتح. اسكو فهمتني؟ ان شاء الله مفهومه هذه. نتايا كي تحط لا بريز تغلقها، سي نورمال لا لامب هذيك تشعل، بيسك البريزة هي اللي راهي غالقة البوطون بوسوار، كي تنحيها البوطون بوسوار يولي لبلاصتو. هذا واش كاين في الحكاية، هذا واش كاين في الاختراع هذا. هكذا قلت لك، كتلقى ألوفات تاع الناس يحكوا في اليوتيوب على هاد بوم. أنا مانيش لو بيت تاعي هنايا ماهوش باش ننشر في الناس ولا لا لا، أنا لو بيت تاعي باش نفهمك لو سيركوي دو بويسونس و سيركوي دو كوموند. حاب نقولك بلي لو سيركوي دو كوموند لي انديبوندون على لو سيركوي دو بويسونس. 24 فولت، سي نورمال تلقى كاين ناس واحد اخرين يقولك ها شوف نحط يديا في الماء و تريسيتي 220 ولا موتور، تقدر دير ميم موتور. فوالا ان شاء الله قدرت نفهمكم سيركوي دو بويسونس سيركوي دو كوموند وشنو هو. انا توجور نبدا لي فورماسيون تاعي هكذايا، لازم نفهمهم هاد لو بوان هذايا، ولازم تفهم لو فونكسيونمون تاع ان كونتاكتور تاع ان رولي، لازم تفهم الشيء هذايا لا بارتي بويسونس لا بارتي كوموند. فوالا دونك لو ريست تاع لا فورماسيون دي فيديو واحد اخرين دي فيشي بي دي اف دي زابليكاسيون راح تلقاهم على لو سيت تاعنا ديكيرا.com. اللي حاب يكمل كامل لا فورماسيون هذه الكتريسيتي اندستريال، اللي يحب يحضر معنا في قهوة الشرقي مرحبا به. انا نقول لكم تلاقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي، الفيديو السابع الى حبر ربي ان شاء الله، وفيديو هايل الى كتب ربي ان شاء الله. دونك نتلاقاو سواء في لو سيت سواء في اليوتيوب ان شاء الله. اي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.